الصديقي بشار بن الديوي عبد الله الوارثي خديجه يسوفا سعيد طويل محمد خلاخي محمد الفريطاع عبد الكريم بوزروال سيبيل ارج سنة بوشكوا خديجه هدي 40% او 41% اللي استردت و 59% هي اللي ما استردت، يعني النسبه الغالبه هي اللي ما استردتش. هذا في الترشح والتحملات ليس قران ممكن نديروا جلسات استثنائيه او في جلسه اخرى نديروا مراجعات بعض الشروط اللي تنشوفوها زعما زايده. نعطيكم مثال. رايك في اقتراح موافقين دونك ندوزوا للعمليه التصويت. اللي كينسق العمل هي المجالس، هي العمالات او السلطات الاقليميه. نقطه اخرى واللي هي تات استغراب ديالنا، زعما عادي الجماعه ديال القنيطره تساهم 2 مليون ديال الدرهم، مليون درهم تساهم به جماعه سوق لعبه، باقي الجماعات 33000 درهم. ولذلك غادي نلقاو ان وزاره الداخليه راه دارت سوبونسيون في المغرب كامل. وبالنسبه لوزاره الداخليه وانتم السيد العارفين، بالنسبه لي هذاك الدعم ديالها اعتبرت ان المجالس الاقليميه هي اللي غادي تكون حامله لهذا المشروع اللي غادي تمشي في هذا السياق. اذا حنا راه ما طلبناش وماشي هذا ماشي اختيار ديال المجلس الاقليمي، ولكن بالنسبه علاش انه جلسه ديال الاتفاقيات، لان هاد الظاهره ما خاصهاش بالقنيطره بوحدها، يا هي الظاهره اللي كتشملها جميع المدن والمراكز ديال المملكه، وبالتالي تحطات هاد تكاتف الجهود ديال الجميع في اطار انه حلول بديلة للقضاء وفق المقتضيات الجديدة والالتزامات ديال الدولة في هذه المناطق الأخرى ما كيعملوش إلا ولا أن الوتيرة كتبقى غالية وهي اللي في التراكم. المسؤولية ديالنا كاملة، حنا نتوما كاين عندنا أساس أنه الصحة العامة بعد هي الأولى، راه ملي كيكون عند الكراكيب ديال خصنا نصافحوا على الاتفاقية. طبعا طرح الأول جاء على مستوى العمل والإقليم، طرح الثاني جاء على مستوى وزارة الداخلية. طبعاً إحنا في إطار تراتبية، في إطار قانون أصلاً نحن تحت في إطار يعني تابع لوزارة الداخلية. هذا أن الأمر فيه غير سليم وغير سليم قانوناً، لاعتبار أن ذلك المشروع ما خصوش يكون ما داش في إطار مخطط. ولكن إطار أخرى اللي فيها وهو تقصير، دونك هادشي سهل من امورنا، دونك نبقاو نستافدو الى بحال قال الى المغرب غدا يمشي لبلاصه اخرى ونبقاو نستافدو ونعرف بان المدينه الاصل هو ان الرئيس راه تيوجد ليها من بدا وعار بانها في شهر 7/2023 غتكمل الشركه، وبما انه قال قدامكم بانه هو اللي مسؤول على القطاع كان خاصو يوجد للصفقه. نفترض ان تيوقع الخلا، تيوقع نسيان، تيوقع في الصفقه القادمه الماضيه لكي تشارج بصفه التحملات تنقولوا فيه، واننا ملي تتكمل الشركه في شهر 7 ممكن احتمال نمدو 6 شهور. هو في المسائل الوثائق اللي جابنا جاب التمديد في عام، ما عندوش الحق يجيب التمديد في عام. والصفقه دابا عاديه، شهر 7 غتكمل. الاشكاليه هو التمديد، حنا قلنا له وقلنا وجهه النظر ديالنا، قلنا له راه مددتي. السلام عليكم. فيما يخص اشغال الدوره اليوم، الشو كي مرت يعني في جو مشحون. فيما يخص النقطه ديال التمديد عقد شركه النظافه للسيد الرئيس درجو داخل جدول الاعمال، هو يعني دابا هذه سنتين هو متولي الرئاسه ديال الجماعه، يعني وهو على علم بان راه العقد ديال الصفقه غيسالي في شهر 7، حتى دابا تفاجئنا قال لك بالتمديد، يعني تجات في جدول الاعمال يعني غيمدوا للشركه العقد ديالها. الشركه كذلك هي كما كتلاحظوا هنا في قنيطره عندها سوء التدبير، يعني النفايات كتشوفهم في اي قونت. بالنسبه للاليات ديال الشركه كلهم متهالكين، يعني تيبقاو غادي الكاميونات تيسيل منهم الماء ديال الازبال، والحاويات كلهم كلاو العصا تشوفهم كيما في حاله يرتى لها. لهذا حنا كنجلوا الاسباب اللي خلات الرئيس يعني يسرع بهذه الصفقه هذه، يعني
في هذا الجو هذا لان كنجهلوا الاسباب. وشكرا. علاش تم تاجيل الثوره اليوم غدا وثاني؟ لم يتم تاجيل الدوره لان الدوره وصلت 9 الليل كيف ما لاحظتوا 9 الليل كاين عندنا في النظام الداخلي 9 الليل كتحبس الدوره كتسالي يعني غدا على تكمل الدوره. بالنسبه للسؤال اللي كنا فيه يعني ديال العقده ديال العقد ديال شركه النظافه يعني السيد رئيس سالته عده اسئله بخصوص هذا الموضوع هذا يعني وقال لي يعني بما يكملوا الاخوان الاسئله ديالهم الشفويه المداخله ديالهم بخصوص نفس النقطه يتم يجاوبنا بخصوص يعني انا كذلك على الاسئله اللي وضعت ليه بخصوص هذه النقطه هذه جات تزامنا مع الوقت يعني سالة ديال الدوره دابا نتسناو حتى الغدا ان شاء الله باش يجاوبنا على الاسئله اللي عطيتو في المداخله ديالي في نقطه عقد الشراكه عقد تمديد العقد مع شركه النظافه. شكرا.